ずはイラクより IFC イラク自衛会議副議長でありイラク南部石油労組組合に執行委員。ありがとうございます、次に、مرحبا بصدد انسحاب القوات الأمريكية من العراق. هناك وجهات نظر عديدة. وجهة النظر التي تمثل الحكومة العراقية الحالية أنهم لا يرغبون بانسحاب القوات الأمريكية لأن هذه الحكومة نصبها الاحتلال الأمريكي وهي معادية لتطلعات الشعب العراقي في الحرية والديمقراطية والسلام وتعتمد على الآلة الحربية الأمريكية في بقائها. ووجهة النظر الأخرى التي يمثلها الـ IFC وتتضامن معه في هذه النظرة العديد من القوى الديمقراطية والداعية إلى السلام سواء في العراق أو خارج العراق. نحن نطالب بالانسحاب الأمريكي، انسحاب قوات الاحتلال والقوات البريطانية أيضا من العراق فورا. إن الاحتلال خلق وضعا صعبا جدا في العراق لم يكن معروفا لدينا سابقا، وهو أنه قسم المجتمع على أساس الأديان وتقسيم الإثني وعلى أساس قومي، سنة، شيعة، تركمان، أكراد، وهذا يتعارض مع أبسط مفاهيم الديمقراطية والمواطنة. وبالتالي بنيت العملية السياسية في العراق على أساس هذا التقسيم. هناك أحزاب تمثل السنة وأحزاب تمثل الشيعة وأحزاب تمثل التركمان وأحزاب تمثل الكرد، وهذا الذي يهدد بحروب متتالية، حروب بين الطوائف وحروب بين القوميات. ولهذا نحن في الـ IFC رفضنا العملية السياسية التي بناها الاحتلال، لأننا ننظر للبشر على أساس الهوية الإنسانية بدون تعريف طائفي أو ديني أو قومي.